السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة في مادة الفيزياء للصف الحادي عشر الفرع الأكاديمي. في الوحدة الأولى الشغل والطاقة، في الدرس الأول الشغل والقدرة، نكمل الجزء الخامس. ويتوقع منك عزيزي الطالب تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: حساب الشغل الذي تبذله قوة ثابتة والشغل الذي تبذله قوة متغيرة، التفريق بين مفهومي الشغل والقدرة، شرح أهمية استعمال مفهوم القدرة في وصف الآلات، وحساب قدرة آلة معبراً عنها بمعادلة، التطبيق بحل مسائل حسابية على الشغل والقدرة. نبدأ بهذا السؤال. أفكر: إذا كنت مسؤول رحلة كشفية وصادفت طريقاً مستقيماً يصل إلى قمة جبل، فما الطريقة التي أتبعها وأفراد مجموعتي لصعود الجبل على هذا الطريق، بحيث نؤثر بمقدار قوة قليل ونتجنب تعرضنا للإجهاد والتعب؟ طبعا بإمكانك عزيزي الطالب التفكير، وسأطرح عليك مثال في الصورة التالية. الطريق هنا الملوكي الذي يشق وادي الموجب ويصل بين محافظتي الكرك ومأدبة. يظهر لك في الصورة وجود طرق متعرجة تصل بك إلى الأعلى، من المنطقة المنخفضة إلى المنطقة المرتفعة. فلماذا تم استخدام هذه الطرق المتعرجة أو هذا المسار المتعرج الذي يشبه الزجزاج؟ لم يتم استخدام الطريق المستقيم، أو لم يتم سلوك المسار المستقيم. طبعاً إذا أردت الصعود إلى أعلى جبل قد يكون التفكير بالطريق المستقيم لأنه أقصر، لكن الذي يستخدم دائما للسيارات هو طريق متعرج للصعود إلى القمة، فلماذا ذلك؟ نقارن الآن بين المسار المستقيم والمسار المتعرج من حيث أوجه المقارنة التالية. نبدأ بالانحدار. أي منهما أكثر انحدارا؟ هل هو المسار المستقيم إلى القمة أم المسار المتعرج؟ طبعا يكون المسار المستقيم هو الأكبر انحدار أو أكثر انحدارا، لأنه مستقيم تماما. بالنسبة لقوة المحرك التي تلزمنا للصعود إلى الأعلى، متى تكون أكبر؟ هل هي في المسار المستقيم أم في المسار المتعرج؟ طبعا قوة المحرك التي سنستخدمها في المسار المستقيم تكون أكبر لأن الانحدار أكبر، فيصعب على السيارة الصعود بشكل عادي، لا تحتاج لقوة محرك إذن كبيرة. بالنسبة للمسافة المقطوعة، أي منهما أكبر؟ هل هي في المسار المستقيم أم في المسار المتعرج؟ بالطبع ستكون توصلت إلى أن المسافة المقطوعة تكون أطول في المسار المتعرج وتكون أقصر في المسار المستقيم. ماذا بالنسبة للشغل عند السرعة الثابتة؟ هنا يكون الشغل متساوٍ في كلاهما، لأننا نريد البدء من نقطة وننتهي في النقطة نفسها. فإذا هنا الإزاحة التي تهمنا وليست المسافة المقطوعة، فالإزاحة متساوية، أي نقطة البداية والنهاية هي نفسها في حالة المسار المستقيم والمسار المتعرج، فالشغل إذا عند هذه السرعة ثابتة متساوية في كليهما. نأتي للزمن. بالنسبة للزمن، لأن المسار المستقيم طبعا مسافته أقصر، فإذا يحتاج إلى زمن أقل، والمسار المتعرج يحتاج زمن أكبر. الآن سنتوصل معا إلى القدرة لصعود المنحدر. هنا القدرة اللازمة لصعود المنحدر إذا كان المسار مستقيما أو متعرجا تكون في المسار المستقيم أكبر، لأن هنا الزمن طبعا أقل، ونحن نعلم أن القدرة تساوي الشغل مقسومة على المدة الزمنية، وكلما قلت المدة زادت القدرة، والعلاقة هنا عكسية، فالقدرة في المسار المستقيم تكون أكبر، أي أنها ستؤثر على محرك تحتاج قدرة عالية جدا من المحرك، أما بالنسبة للمسار المتعرج تحتاج قدرة أقل. فإذا أي منهما ستفضل عزيزي الطالب إذا لصعود المنحدر بحيث لا تشعر بالتعب والإجهاد؟ بالطبع ستفضل المسار المتعرج. نبدأ الآن عزيزي الطالب بأسئلة مراجعة الدرس. السؤال الأول، الفكرة الرئيسة. في هذا السؤال سيعطيك عزيزي الطالب مهارة الفهم والاستيعاب والتلخيص. نبدأ بنص السؤال: ما المقصود بالشغل؟ وما العوامل التي يعتمد عليها؟ وما المقصود بالقدرة؟
وما وحدة قياسها بحسب النظام الدولي للوحدات؟ نبدأ بالشق الأول من السؤال، ما المقصود إذن بالشغل ووحدته؟ فالشغل هو كمية فيزيائية طبعا قياسية ناتجة من حاصل ضرب القياسي لمتجه القوة المؤثرة في جسم متجه إزاحة الجسم ورمزه W، ويقاس بوحدة الجول وبحسب النظام الدولي أكيد للوحدات. والعوامل التي يعتمد عليها، يعتمد هنا الشغل على مقدار القوة المؤثرة F ومقدار الإزاحة D، وجيب تمام الزاوية المحصورة بين اتجاهي القوة والإزاحة أي كوساين الزاوية ثيتا. إذن هنا عرفنا الشغل وتحدثنا عن العوامل المؤثرة عليه، وطبعا بإمكاننا استخلاص العوامل من قانون الشغل مباشرة F D كوساين الثيتا، لذلك تكون القوة هي من العوامل والإزاحة وكوساين الزاوية بينهما. بالنسبة للشق الآخر من السؤال، هو ما المقصود بالقدرة؟ هي المعدل الزمني للشغل المبذول. إذن المعدل الزمني للشغل المبذول أي أنها تساوي ناتج قسمة الشغل المبذول W على الزمن المستغرق لبذله دلتا T. وحدة قياس القدرة هي جول لكل ثانية. إذن هنا نجيب على الشق الأخير من السؤال، ما وحدة قياسها بحسب النظام الدولي للوحدات؟ فهي وحدة قياس القدرة هي الجول لكل ثانية، وتسمى الواط بحسب النظام الدولي للوحدات. انتقلنا للسؤال الثاني، استنتج. هنا عزيزي الطالب، أسئلة الاستنتاج هي مهارة أساسية تسهم طبعا في تطوير التفكير لفهم المعلومة فهما عميقا، عن طريق فهم السؤال جيدا في البداية، ثم استخدام الاستدلال المنطقي والاستنتاج، ثم صياغة الإجابة، ثم التحقق منها. باتباع هذه الخطوات سنبدأ إذن بحل السؤال. رفع ريان صندوقا من الطابق الأرضي في مدرسته إلى الطابق الأول بسرعة ثابتة V، في حين رفع نصر الصندوق نفسه بين الطابقين بسرعة ثابتة 2 V. ما العلاقة بين مقدار الشغل الذي بذله كل منهما على الصندوق، وما العلاقة بين قدرتيهما؟ إذن سنفكر هنا بأن هناك طالبان ريان ونصر. ريان سيرفع من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول بسرعة ثابتة V، أما نصر سيرفع بسرعة ثابتة مقدارها 2 V. فنأتي للتالي، نلاحظ الآن ما يحصل مع ريان ونصر. بدأ برفع الصندوق، انتهى نصر من رفع الصندوق وما زال ريان يكمل برفعه. نصر رفع بسرعة 2 V، أما ريان رفع الصندوق بسرعة V. لاحظنا أن نصر رفعه بسرعة وأخذ زمنا أقل، لكن ريان رفعه بزمن أكبر، فهل يختلف الشغل والقدرة لكل من هذين الطالبين؟ فنبدأ بالإجابة كالتالي، أن القوة والمسافة متساويتان لكلا الطالبين، فيكون الشغل الذي بذله كل من ريان ونصر هو نفسه، لأنهما إذن بذلا نفس القوة لرفع الصندوقين، كلا الصندوقين طبعا هنا كانا متماثلين، فنفس القوة ونفس المسافة أي من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول. ونصر استغرق وقتا أقل كما قلنا في إنجاز الشغل نفسه، لأن سرعته أكبر، وعليه فإن قدرته أكبر من قدرة ريان، فمن يحتاج وقتا أقل ستكون قدرته أكبر. إذن الشغل متساوي لكلا الطالبين، أما القدرة فهنا قدرة نصر أكبر من قدرة ريان. السؤال الثالث، استعمل الأرقام. هنا عزيزي الطالب، مهارة استعمال الأرقام أو استخدام الأرقام تساعدك على استخدام التفكير المنطقي وفهم الأرقام فهما عميقا، ولحل هذه الأسئلة عليك أن تفهم السؤال جيدا، ثم تحلل المعطيات أي تحددها على السؤال، وتنفذ عملية الحسابية لحل السؤال، وبالنهاية تتحقق من الإجابة. نبدأ إذن بسؤالنا، يسحب سائح حقيبة سفره بسرعة ثابتة على أرضية أفقية في المطار إزاحة مقدارها 200 متر. قوة السحب تساوي 40 نيوتن باتجاه يصنع زاوية 53 درجة على الأفقي. أحسب ما يأتي. ألف، الشغل الذي يبذله السائح على الحقيبة. ب، الشغل الذي تبذله
قوة الاحتكاك الحركي على الحقيبة. الفرع جيم قدرة السائح على سحب الحقيبة إذا استغرق دقيقتان في قطع هذه الإزاحة. دعونا نبدأ الآن بالفرع الأول، الفرع ألف. نلاحظ مطلوب الشغل الذي يبذله الآن السائح على الحقيبة. نرسم هنا مخطط تقريبا للجسم الحر لدينا. هذه الحقيبة تؤثر بقوة سحب اللي هي الاف، وحسب السؤال مقدارها 40 نيوتن. وهنا الزاوية التي يصنعها هذه القوة مع الأفقية 53 درجة. ويوجد لدينا مقدار الإزاحة باتجاه اليمين، هذه الإزاحة دي وتساوي 200 متر. في الحساب إذن الشغل الذي يبذله السائح على الحقيبة علينا استخدام قانون الشغل يساوي اف دي كوساين الثيتا. فالقوة هنا لدينا 40 مضروبة في الإزاحة مقدارها 200 نيوتن، 200 متر عفوا، ضرب كوساين الزاوية وهي كوساين الزاوية 53 درجة، ونعوضها 6 بالعشرة للحصول على الإجابة النهائية 4800 جول. إذا استخدمنا قانون الشغل اف دي كوساين الثيتا لإيجاد النتيجة. ننتقل على الفرع باء، الشغل الذي تبذله قوة الاحتكاك الحركي على الحقيبة. هنا علينا الانتباه هنا أن قوة الاحتكاك الحركي لم تكن من معطيات السؤال، فعلينا الآن إذن التفكير في كيفية إيجادها. بالنسبة هنا للشغل الذي تبذله قوة الاحتكاك الحركي سنستخدم قانون محصلة القوة تساوي F الX ناقص FK أي قوة الاحتكاك الحركي، جميعها تساوي الصفر. إذن هنا بالنسبة للحقيبة صحيح أن القوة تؤثر بهذا الاتجاه، لكن لها مركبتان، قوة على المحور X وهي FX وعلى المحور FY. إذن FY بالنسبة للاحتكاك تكون معاكسة لاتجاه الحركة إذن للخلف، هذه هي FK اللي هي قوة الاحتكاك، وطبعا الإزاحة باتجاه اليمين مقدار هدي. سنجد إذن مقدار قوة الاحتكاك بالشكل التالي. إذن F كوساين 53 درجة تساوي مقدار قوة الاحتكاك FK. مقدار إذن قوة الاحتكاك FK تساوي 24 نيوتن. والآن نحسب الشغل الذي تبذله باستخدام إذن قانون الشغل. الشغل يساوي مقدار قوة الاحتكاك مضروبا في الإزاحة في كوساين الزاوية 180 درجة، لأن الإزاحة باتجاه اليمين وقوة الاحتكاك معاكسة تماما لاتجاه الإزاحة فهي لليسار. إذن تساوي مقدار الـ FK 24 نيوتن ضرب مقدار الإزاحة في السؤال 200 متر مضروبة في كوساين 180، إذن سالب 1، فتكون النتيجة سالب 4800 جول. لماذا هنا الإشارة السالبة؟ طبعا لأن قوة الاحتكاك معاكسة تماما لاتجاه الإزاحة، فتكون هنا إشارة الشغل الإشارة السالبة. ننتقل إلى الفرع جيم. قدرة السائح على سحب الحقيبة إذا استغرق دقيقتين في قطع هذه الإزاحة. بهذه الحالة سأستخدم قانون القدرة المتوسطة تساوي مقدار الشغل مقسوم على المدة الزمنية. نأتي لتعويض إذن الشغل مقداره 4800 مقسوما على المدة الزمنية دقيقتان، نحولها إلى ثواني بضربها ب60، فتكون الإجابة هنا 40 واط. إذن استخدمنا قانون القدرة الشغل مقسوم على المدة الزمنية. نأتي للسؤال الرابع، أستعمل الأرقام. يرفع محرك كهربائي مصعدا كتلته مع حمولته 1800 كيلوغرام بسرعة ثابتة مقدارها 1 متر لكل ثانية، أي هذه مقدار السرعة، من سطح الأرض إلى ارتفاع 80 متر. إذا علمت أن قوة احتكاك حركي ثابتة مقدارها 3000 من نيوتن تؤثر في المصعد في أثناء رفعه، فأحسب مقدار ما يأتي. الفرع ألف الشغل الذي يبذله المحرك على المصعد، والفرع باء
شغل قوة الاحتكاك الحركي، الفرع جيم القدرة المتوسطة للمحرك في أثناء رفعه للمصعد. نبدأ بحل الفرع ألف، الشغل الذي يبذله المحرك على المصعد. هنا نلاحظ من معطيات السؤال أنه يوجد لدينا الكتلة 1800 كيلوغرام، السرعة الثابتة إذا مقدار المحصلة صفر، السرعة 1 متر لكل ثانية إذا V، إلى ارتفاع 80 متر أي هي المسافة الإزاحة دي 80 متر، وقوة الاحتكاك الحركي موجودة أي يوجد لدينا هو اف كي مؤثرة على الجسم ومقدارها 3000 نيوتن، إذا اف كي تساوي 3000 نيوتن تؤثر في هذا المصعد. في الفرع ألف إذا الشغل الذي يبذله المحرك على المصعد، نقوم باستخدام قانون الشغل اف دي كوساين الثيتا. هنا الاف هي قوة المحرك للمصعد، كيف بإمكاننا إيجادها إذا لم تكن معنا بالمعطيات؟ باستخدام محصلة القوة تساوي الصفر، لأن هنا السرعة ثابتة في السؤال. فمحصلة القوة نلاحظ أن المصعد هنا يتأثر بعدة قوة، فيوجد قوة رفع من المحرك إلى الأعلى، ويوجد قوة وزن هذا المصعد المؤثرة إلى الأسفل، بالإضافة إلى قوة الاحتكاك أيضا المؤثرة إلى الأسفل وهي FK. جميع هذه إذن القوى مؤثرة على المصعد، فبالتالي محصلة القوى تكون بالشكل التالي: الـ F إلى الأعلى ناقص FK ناقص FG، جميعها تساوي الصفر. إذن الـ F تساوي FK زائد الـ FG، فنعوض مقدار قوة الاحتكاك 3000 نيوتن زائد قوة الوزن، مقدار قوة الوزن اللي هي 1800 ضرب 10، فتكون إذن الإجابة تساوي 2.1 ضرب 10 للقوة 4 نيوتن. إذن هنا حصلنا على مقدار قوة المحرك المؤثرة باستخدام القوة المحصلة التي تساوي صفر، وحصلنا على مقدار القوة. الآن نأتي لتعويضها في قانون الشغل، تساوي 2.1 ضرب 10 للقوة 4 مضروبة في الإزاحة وهي 80 متر، أما كوساين الزاوية صفر فهي 1، وتساوي النتيجة النهائية لمقدار الشغل 1.68% ضرب 10 للقوة 6 جول. إذن بهذا الشكل نكون أنهينا الفرع ألف. نبدأ الفرع باء، شغل قوة الاحتكاك الحركي. بالنسبة لشغل قوة الاحتكاك الحركي فسنستخدم قانون إذن الشغل المؤثر على قوة الاحتكاك، إذن هي FK في D في كوساين الزاوية 180 درجة، لأن المصعد يتحرك للأعلى والاحتكاك معاكس له للأسفل. فهنا تكون عندنا بالتعويض 3000 نيوتن ضرب الإزاحة 80 متر مضروبة في السالب 1 أي كوساين 180 درجة، فنصل للإجابة النهائية سالب 2.4 ضرب 10 للقوة 5 جول. إذن بهذا نكون أنهينا شغل قوة الاحتكاك الحركي. الفرع ج، القدرة المتوسطة للمحرك في أثناء رفعه للمصعد. هنا القدرة المتوسطة تساوي القدرة اللحظية لأن السرعة ثابتة، وبذلك نستخدم قانون القدرة اللحظية FV كوساين الزاوية ثيتا. فالقوة هنا 2.1 اللي أوجدناها في الفرع السابق، 2.1 ضرب 10 للقوة 4 ضرب مقدار السرعة 1 متر لكل ثانية في كوساين الزاوية 0، ونصل الإجابة 2.1 ضرب 10 للقوة 4 واط. إذن هنا مقدار القدرة المتوسطة للمحرك في أثناء رفعه للمصعد. الآن السؤال الخامس، التفكير الناقد. أعزائي الطلبة، التفكير الناقد هي مهارة تفكير عليا، وهي تكسب الطلبة مهارات تساعدهم على النمو الفكري والشخصي. خطواته التي عليك اتباعها: أولاً تحديد المشكلة أو السؤال، ثانياً جمع المعلومات وتحليلها من السؤال أو من الرسم، ثالثاً تقييم الأدلة، رابعاً استخلاص النتائج.
نبدأ بسؤالنا. يوضح الشكلان 1 و2 رفع الثلاجة نفسها إلى ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض بسرعة ثابتة باستعمال مستوى الماء الأملس، ملاحظاً أن ثيتا 1 أكبر من ثيتا 2، أي الزاوية في المنحدر الأول أكبر من زاوية المنحدر الثاني. في الفرع ألف، أقارن بين مقداري الشغل المبذول من الرجل في الشكلين 1 و2، ماذا أستنتج؟ إذن هنا عن مقداري الشغل المبذول. في الفرع باء، أقارن بين مقداري القوة المؤثرة في الثلاجة في الشكلين 1 و2، ماذا أستنتج؟ في الفرع ألف، أقارن بين مقداري الشغل المبذول من الرجلين في الشكلين 1 و2، ماذا أستنتج؟ نلاحظ أنه في الشكل 1 نبدأ من مستوى سطح الأرض برفع الثلاجة إلى مستوى السيارة، وفي الشكل الثاني البداية من نفس مستوى سطح الأرض والنهاية أيضا من مستوى السيارة. فبهذا يكون مقدار الشغل المبذول في الشكلين متساويان، لأن الارتفاع الرأسي النهائي في الحالتين نفسه، إذن الشغل هنا متساوي. الفرع باء، أقارن بين مقداري القوة المؤثرة في الثلاجة في الشكلين 1 و2، ماذا أستنتج؟ بالنسبة للقوة، هذا يعتمد على الانحدار الذي تكلمنا عنه، لأن المسارات تختلف، فالمسار الأول انحداره يختلف عن المسار الثاني، أي منهما أكثر انحداراً؟ إذا فكرنا سنلاحظ أن زاوية ميلان المستوى المائل في الشكل 2 هي أقل، لأن الزاوية هنا أقل، يكون مقدار القوة اللازم تأثيرها في الثلاجة لدفعها إلى أعلى المستوى بسرعة ثابتة في هذه الحالة أقل منها في الشكل 1. إذن الشكل 2 يكون هناك الانحدار أقل، فالقوة إذن اللازمة لرفع الثلاجة أقل. وبهذا عزيزي الطالب تكون قد راجعت معنا في أسئلة مراجعة الدرس المفاهيم الرئيسية عن القدرة التي تعتمد على الشغل والزمن، والقدرة تساوي الشغل مقسوما على الزمن. أما بالنسبة للشغل فهو يعتمد على القوة والإزاحة وأيضا الزاوية بينهما، ويساوي ناتج الضرب النقطي بين القوة والإزاحة أو الضرب القياسي. وهكذا نكون انتهينا من درسنا، نلقاكم إن شاء الله بدروس قادمة. شكرا لكم. Thank you.